الزميل العزيز بخصوص طلع على صبري، وهو يعني راجل يعني لابس بتاع الضلمه، هو اتكلم موضوع مهم جدا. لان لو انا كنت ابن انجل زي ما اقول في ضلمه وعامل خلفيه سوداء بس رير ملوش قيمه، فهتشوف طلع على يقول رير ولا مش رير. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش هبدأ بشغل الدكتور عبد المجيد عشان الدكتور عبد المجيد ما ينساش إن أنا. بس أنا في أي برزنتيشن بقول للدكتور عبد المجيد تشيلته بقول له كلمة واحدة. إن شاء الله رب العالمين أنا طبعًا قعدت فترة زي تقريبًا زي الدكتور نايم مع الدكتور عبد المجيد. دايمًا بقول له إن شاء الله رب العالمين دايمًا بقول له بص كده الاستطاعة. فهم حسين انت كده غطيت كل الكلينيكال ايديولوجي لبافلوجينيسيس كومبليكيشن، فاعتقد ان دي ثلاث ايام او يومين ونص الدكتور حسين خلصها. الحاجه الثالثه قبل ما ادخل في موضوع الايديولوجي والكلينيكال، واحنا بنحضر المواضيع القتيله صوت الايديولوجيشن الدكتوره غاده اكيد مش موجوده. فمصطفى كان بنتكلم في المواضيع، فبعدين الدكتوره غاده زندان قالت انا هاخد الابيولوجي، فقلت لها دكتوره غاده ما تاخديش الموضوع هيتعبك. نصحتها بكده، وبعدين تقريبا من قبل المؤتمر باسبوع فوجئت ان انا محطوط في الابيولوجي. يعني كانت حاجه بصراحه فرقه ظريفه. anyway انا هحاول انظر لدكتور حسين عمر. موضوع الابيولوجي للاسف كلها سوليد داتا، يعني دكتور حسين عامل لنا سام سورت اوف برين ستورمنج، بنفكر ايه الاحمر وايه الاخضر، انما مصر الايديولوجي هيبقى الصوت الداتا. يعني ام نوت اكسبكتنج ان انا هاخد اسئله كتير او هناخد منها شغل كتير. انا هبدا بس ليه احنا بنتكلم على اكيوت كيدني انجري؟ بنتكلم على اكيوت كيدني انجري هي السلايد ديت مصر ده الكونكلوجن بتاعها، الكونكلوجن اللي هنوصل فيه في الاخر. وانا حبيت ابدا برضه فيري كومن فيري كومن وورد وايز، وللاسف الجرامر بتاعه الاكسنت بتاعه في اماكن كتيره زي ما نشوف بعد كده مش معروف. دكتور حسين حرق الموضوع التاني، موضوع الاوتكم. موضوع الاوتكم وفي الاخر هنقول لك كان ناجح. It is not that benign, it's not that benign disease as we saw in the past. احنا فاكرين ليه المريض اللي حصل له كان ناجح وريكفر خلاص بقى مع السلامه والحمد لله الامور بقت كويسه. للاسف المعلومه ديت مع الوقت عرفنا ان هو از نوت ذات بناين از وي سوت بيفور. الحاجه الثانيه المهمه ان هو بريفنت وتريتر، وفي اكثر الحالات اللي بيبقى فيها فوليوم ريسبونس جاست بالفلوينس جاست بالفلوينس. بس هنشوف بقى هل احنا ار وي تريتنج ذا اكيوت كيدني انجري ان بروفر وين، هل احنا بنعالج كل الاكيوت كيدني انجري ومش احنا بس، احنا بنتكلم على اليو جي وهنشوف هم بيقولوا ايه. للاسف احنا ما عندناش ريجسترز وما عندناش داتا، فاكثر الكلام اللي هيكون من يونايتد ستيت رينال داتا سيستم او فروم ذا يو كي. الحاجه الثانيه اللي هو بيتقاس السوسايتال بيردن، ضغط على المجتمع، ضغط على المجتمع في كل حاجه، واهمها طبعا ايه موضوع الكوست زي ما هنشوف في الاستاذ الموجوده. الحاجه الاخطر ودي برضه في استاذ معمول عليها ان النيفرولوجيست اور برايمري هيلث كير they cannot manage acute kidney injury الا بروبر واي. ناخد الاجنده اللي هنتكلم عليها النهارده، هنحاول نتكلم على الوايلدز الورلد وايد بريفلنس. الحاجه الثانيه زي ما الدكتور حسين كان اشار ان احنا acute kidney injury على حسب الابيديميولوجي بنقسمه الكوميونتي اكواير او هوسبيتال اكواير. الهوسبيتال اكواير الكوميونتي اكواير اكواير او سايت هوسبيتال بس مش بيادمتد الهوسبيتال، انما الهوسبيتال اكواير ادمشن دخل المستشفى والكيدني فانكشن از نورمال وبيأكواير الاكيد كيدني انجري. لان في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين بالنسبه للمورتاليتي وبالنسبه للبروجنوسيس وبالنسبه للادمشن كاركترستيك في المستشفى. هنحاول تصور سم لايتس على انسلتس ان ذا ارابيك وورلد از ا هول اند سبيسيفيكالي ان ايجيبت، ودي هتبقى نقطة للأسف يعني مؤلمة شوية. النقطة الأكثر إلى من حقته أو من مانجنج أي كي أي.
احنا كويسين في علاج الاي جي اي، وبرضه مش هنتكلم عن الكواليتي بتاعتنا، انما هنقيس نفسنا هنقيس نفسنا بناء على الداتا. ما عايز بطاريات. هنقيس نفسنا قياسا على الداتا اللي استراكوليتد من يوكي. اخر حاجه هننهي بيها الدكتور حسين برضه حرقان الاويرنس والفايف ار تو انكريز الاويرنس والماتشمنت. الخريطه الجميله ديت جايه برضه نفس السلايد بتكون حسين حرقها. الخريطه دي جايه من الريفيو ارتكل والميتا اناليسيس اللي هو ذكر ان في تقريبا 3 ده اتنشر في الكلينيكال جورنال اوف ذا امريكان سايكل فورجي في 2013. لو احنا بس بصينا عليها كده ببساطه وحاولنا ان احنا نستغل ساوند انفورميشن، ده البولت انسيدنس ريت اول اوفر ذا وورلد. اول حاجه هتلاقينا ان احنا مش شايلين هنا اي حاجه، مش في مصر بس، في افريقيا كلها مش شايلين، ده ما حدش كاتب حاجه. الملاحظه الثانيه اللي هنشوفها دايما ان ذا نورث، ان ذا نورث هنلاقي ان الانسيدنس ريت از لوور ذان ذا ساوث، دايما ان مجموعه الجنوب ديت مظلومه في كل حاجه، حتى في الانسيدنس ريت وفي البيك انرجي. الانسيدنس ريت عندهم يعني لما نبص هنا لساوث امريكا بيوصل 29.7، انما نورث امريكا 24.5. لما نبص حتى ايفن ان يوروب، ان ساوث يوروب بيوصل 31.5، وفي النورث يوروب بيوصل 14.6. هي استادي واحده اللي معموله من الكي اس اي بتاع بوكسير اللي هو اللي عاملها من عسير الحمراني اللي هو انا الاسم منطقه باللغه الصحيحه. وللاسف الاستادي دي مبني عليها الانسنس ريت في الكي اس اي. طبعا برضه لو بصيت شمال وجنوب ده له علاقه بايه؟ له علاقه بالانكم. يعني هو الاسبوع على حسب هل هاي انكم ولا لو ولا ميدل انكم، وعلى حسب الجي اللي هو الجروس برودكت او الجروس دوميستيك برودكت اللي هو مستوى الناتج المحلي لكل لكل كابتن. دي الاستاد اللي الدكتور حسين اتكلم عليها او الميتا اناليسيس، وهو فعلا ميتا اناليسيس فيري باورفل. هم خدوا كل الاستادز من سنه 12 بتاعت كيدني انجري 12 من 2004 ل 2012 تقريبا 3 سنين، واختاروا 2004 عشان زي ما الدكتور حسين الرايفل كريتيريا اول ما ظهرت، والاستاذ اللي ما كانتش تستخدم الرايفل كريتيريا عملوها هارمونايزيشن، يعني خدوا الديفينيشنز وحاولوا يحولوه للكي ديجو كلاسيكيشن اوف اكيوت كيدني انجري، عملوا هارمونايزيشن للحالات اللي ما كانتش تستخدم الرايفل. في عندنا بعض الملاحظات عليها. الملاحظه الاولانيه طبعا الزيرو جميل بتاع افريقيا، زيرو جنيه بتاع افريقيا وتقريبا 15% من الورلد بوبليشن عايشين في افريقيا. طيب نيجي نبص على الملاحظه الثانيه الاجمل من كده، ان احنا عندنا اللي جاي من نورث امريكا تقريبا دول الادلت ستادز، دي كل الستادز ودي الادلت ستادز ودي الستادز اللي اتعملت في تشيلدرن. نيجي نبص هنا نلاقي اللي جاي من نورث امريكا تقريبا 64 ستادز، يعني تقريبا 50% من الستادز في نسبه بتمثل 2.5 من الورلد بيبليشن. انا قلت لكم حضرتك ان البيولوجي هتكون كلها ارقام، فالاسئله فيها هتبقى صعبه شويه. فالمشكله هل الصاص دي امبريسيف؟ هي اتولي امبريسيف في المجال اللي اتعرض فيه، انما هل هتدينا فكره على كل الورلد وايد بريفرنس؟ ما اعتقدش. رجوع على السنه تاني الكالكرز على حسب اللي هو الجروس دوميستيك برودكت. حسبته كده صعبه قوي، يعني انا حاولت حتى ستاتستيكال اكتر مره ادور عليه، انما هو الناتج المحلي وبيتاخد كامبريشن الكانت ديت هل لو ولا ميدل ولا هاي انكم، ان كان ده صح او ان كان ده غلط. فهنلاقي برضه ان اكثر الستارز اتاخدت من كانترز بتصرف اكثر من 10% من الجي دي بي على الايه؟ على التوتال هيلث اكسبندشر، اللي بتصرف فلوس على الهيلث اكسبندشر. فهنيجي نلاقي ان برضه اكثر الستارز متاخده من الهاي انكم والهاي جي دي بي اكسبندين كانترز على الهيلث اكسبندشر. دي ملاحظه من اول سلايد نعرضها من الميتا اناليسيس.
لما حسبوا الانس تنسيت لكن في ميوجن في كل الصفص مع بعضها ادلت وجندر طلع الانس تنسيت 23.2. لما قسموا العدد وداني هنا الاكثر هنا احنا العدد اللي في الفيروسس طلع 21.6 هي ممكن الديفينيشن بس الديفينيشنز على فكره بيتقسم بعد كده على حسب انت بتستخدم الكوميونتي ده بير 1000 بير 1 بير بير ايه ده بير 100 بيشنز انما بعد كده بيتقسم لحاجتين لما بيحسب كوميونتي اكوايرد لما بيحسب كوميونتي اكوايرد بيسموا على بير مليون بيشن وهوسبيتال اكوايرد بيسموا على حسب الادمشن اللي حصل لكن ده ايه؟ ده توتال بيرسنت يعني؟ بيرسنت كل 100 بني ادم 23 بيجي له اكيوت كدني؟ واحد من خمسه بيبليشن بيحصل له اكيوت كدني انجن. احنا عندنا وورلد وايد كل سنه 11 و3 من 10 مليون 1 من افري 5 عايشين على الوورلد ده بيحصل له اكيوت كدني انجن ده مكتوب. زي ما بقول لحضرتك هي بتقسم بعد كده هل هو كوميونتي اكوايرد؟ هنقولها بعد كده دكتور نادي ده على حسب المليون بيبليشن وفي الهوسبيتال على حسب الايه؟ الادمشن اللي حصل. بس واضح ان الاسئله بدات تكتب. بس انا اخدت مني حاجات كتير من السلايد فانا اخدت ازازه المايه بتاعتك. بس انت عاوز بعد كده انت عاوز تحدثك. الانسنسريت برضه لما نيجي نبص في حاجات لما نيجي نبص هنا بقى الكوميونتي اكوايرد هنلاقي ان الانسنس ريت البول الانسنس ريت 8.3 والنص الاكوايرد تقريبا على حسب الكلام من 5-7 تايمز النص الاكوايرد اكتر من الكوميونتي اكوايرد تقريبا 5-7 تايمز. الحاجه الثانيه لما نيجي نقسم الكانترز ايفن على حسب الانكم او الجي دي بي الاثنين قريبين من بعض بالنسبه لنا يعني على مستوانا او على مستواي اتليست هنلاقي ان الكانترز الجي دي بي اللي هي الاخيره فيها اكتر من 10 تقريبا البولد اكسس 25.2 الرقم اللي هو ده 25.2 الكانترز اللي هي اللو جي دي اللي بتصرف بس اقل من 5% اقل من 5% هيلسي سبتشر الانسنس ريت بتاعتها تقريبا 14.5 بس على فكره المورتاليتي بقى تفرق بين الاثنين يعني احنا ممكن نقول ان في الديفلوبت كانترز الانسنس ريت اعلى ولكن المورتاليتي اعلى. الحاجه الثانيه ان في ناس بتعمل اكسسيف للبيبر زيت او الانسنس ريت هنا انت عملت وان ستار في افريقيا هل ده جنرايزد على كل ال فالاتاك بتاعها بيعمل كده انما انمي على حسب برضه زي ما بقول لحضرتك ان انا هعمل كونكلوجن في الاخر لكل الايه؟ لكل البريمرز كل واحد. لما نيجي نبص هنا برضه في الصالي دامجة 12 في الكيمياء انترناشونال كان فيها تقريبا 52 دامج اناليسيس كان فيه 52 الصالي لما نيجي نبص حتى الانستنس ريت في نفس الكانتري يعني في اليو اس اي باي ديفينيشن هتلاقيه مختلف. هنلاقي ان الانستنس ريت مختلف مع ان البيبر نفسها او الستادي اتعمل في الستيتس. الحاجه الاهم زي ما بقول لحضرتك من اقرب الكويت هو مش مشهور غير تو ستادز واحده من الكويت وواحده من ابن عسير في السعوديه وطالعين ببريفلنس يعتبر مختلف شويه عن الديفلوبد كانتريز. نلخص الكلام ده نقول ان الكوميونتي اكوايرد اي بي اي بيتراوح ما بين 20 يمكن برمليون بوبيليشن ده في اللو والميدل انكم اللي هو 20 بير مليون بوبيليشن وفي الهاي انكم كانترز بيوصل 200 بير مليون بوبيليشن بير يير الهاستر اكوايرد في الهاي انكم من 60 ل 280 الف لكل 100 الف وفي اللو او الميدل انكم 5.4 لكل 100 الف. لما نيجي ندور هنلاقي ان التشينج في الاكسنس تقريبا 11% كل سنه ده الارم فين الارم لان الكيرف انكريزي. ده انا عايز اوصله بقى في النهايه دكتور نيش ان وظيفه الفيجرز ديت الاكزاكت وورلد وايد انسنس ريت في اكيد كيني يرجي از ستيل بور ان انو سبيشالي ان ذا ديفلوبينج كانتريز سبيشالي مع كل الارقام اللي احنا صدرناها كلها بس ستيل بور ان انو. ده طبعا
الرقم 3 ده اللي هتقول لي الدكتور حسين ان في اكتر من 35 ديفينيشن قبل ان احنا ما نتفق ان احنا مش شرط سبيد ذا سيم جام مش قبل ما نقطع رايفل والاكيوت كينياج نتورك والكي دي جو ديفينيشنز كتير قوي فعشان كده بيجي الاختلافات في الانسنس ريت وزي ما شفنا الريجنال ديسبانس اكتر من مكان والاندر ريبورتنج سبيشال في الديفلوبينج كانترز مفيش حاجه بدل يعني في حاجات كتير قوي بس مفيش ريبورتنج ومفيش ريجستر المشكله في الديفلوبينج كانترز زي ما اتفقنا ان 50% من الورلد وايد بوبليشن عايشين في الديفلوبينج كانترز الانفورميشن مش موجوده والريبورتنج مش موجود في صم ديفكتس في صم ديفكتس رقم واحد الريبورتنج رقم اثنين الديستنس يعني مناطق زي مناطق الهند مناطق زي مناطق افريقيا حتى الترانسبورتيشن فيها دي الديفكتس ان هم يعملوا ان احنا نعتمد على الارقام اللي جايه منها انا مش هحرق الابيت ان انجري بوس لان حسين هيقولها فانا مش هحرق هي بعض الاشياء بس اللي هي بعض الاشياء اللي هنركز عليها هنركز عليها من الفوليوم ريسبونس او اللي احنا كنا بنسميه بري رينال زي ما الدكتور سال في بعض المناطق بتيجي من الضريه زي الارجنتين وزي الهند وفيري ريسبونس يعني دي حاجه بريفنتبل وتريتبل وللاسف بتؤدي لهاي انسنس من اكيوت كيدني انجري حاجه زي التراكسو اكيد الدكتور حسين هيقولها بالتفصيل حصلت بعض التغيرات يعني في اللاست ديليت كان الانتي بايوتيك اسوشيتد هي الكومن اتريبيوت الاكيوت كيدني انجري دلوقتي الميزان اتغير شويه ناحيه ايس انهابتور ناحيه ارز ناحيه الكيمو ثيرابي ناحيه النار السرايدا فده برضه يعني منطقه مهمه ان احنا جاست ادابشن في الميدولوجيا فيها تستخدم الدكتور حسين اللي بيستهدف كومبليكيشنز از ا كوز اوف اكيوت كيدني انجري هيدي بات ديكريسز ان ذا ديفلوبد كانترز واعتقد ان هو ادام بدات تتحكم احنا حسيناها ان هي السيل عندنا كل ما بنوصف لينا او فاكرين كده ان الموضوع اتزصر في بعض الاماكن زي الارث كويك راش سيلولز السيل موجود في بعض الكيميكالز مش شرط برضه الدكتور حسين اكيد هيقولها بالتفصيل. في بعض الحاجات مثلا في الدرجه الكاندرز زي موضوع ان هم ايه الايتنج اوف روبر جلادر اوف ذا فيش ولو ضغط عليها لقيتها في سريلانكا او في الهند ودي كوسس اوف اكيد كده يعني مذكوره من ضمن الكورس وقلنا بس نذكرها جاست كان انيوميشن. السنيك بايتس ومهمه في مناطق زي الكلام ده بس عربي برضه في فتره تروبيكال نفروباسي كامله ان شاء الله. ايوه فعشان كده انا جاست تاتش فيري سوبرفيشال بعديها في حاجات انا عارف ان كل جزء من ده فهعديه بسرعه بس النيو بلايرز او تشينج في الانتولوجي يعني الهيماتوبايتيك بروجنتور سيل والاورجن ترانسبلانتيشن زي ما احمد كمال هيدي عليها محاضره كامله الحاجات دي كلها بدات تشينج الابيديميولوجي يعني في الاورجن ترانسبلانتيشن تقريبا 22% اوف ذا ليفر ترانسبلانت 35% من الهارت ترانسبلانت وفي مين اندرلاين ايتيولوجي سبيشال طبعا يوز اوف سمايل السيلين انهبيتورز وليها تكنولوجي التفصيل فانش يعني اوزر لاند مدخل في فرق في الاكيوت كيدني انجري الابيديميولوجي بتوين ذا ديفلوبت والديفلوبينج اكيد في فرق في الديفلوبت في الديفلوبينج كانترز السيل انفكشن بيكونتريبيوت تو سام اكستنت يعني في ستادي مثلا من تركيا بتوين 60% من الشيك اللي بيحصل لهم اكيوت كيدني انجري سكند الانفكشن فالتيمز ان السيل انفكشن في بعض المناطق له بعض التاثير في جندر ديسبارتس في بعض الاماكن في افريقيا وفي الهند البويز لما بيحصلهم اكيد كان بيهجروا بيجروا مع المستشفيات والجيرلز لا ده مكتوب بين افيميل تشايلد از ريسك فاكتور فور وورس اي 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 سرفايفل وده مش في الديفلوب مش في الديفلوب كانترز بس ايفن في الديفلوب كانترز بين ابناء افريكان امريكان يبقى انت عندك ورس بروجنوز دي اي اي وده مكتوب ولون ايه؟ الريفرنس بتاعه انا مش مسؤول عن جوجل انما هو الريفرنس بتاعه. طبعا الانفكشن برضه هيبقى كفر مع الدكتور كريم يهمنا موضوع الملاريا لانها برضه قوه في بعض المناطق في سبيشال الهند في الارجنتين واللي يهمنا هنا الترم بالنسبه لي يعتبر جديد موضوع الامبورد الملاريا. طبعا احنا شايفين الاوائل كل يوم
بتجري على جزيرة لامبردونوسو تقريبا في إيطاليا، يقول يوم يقول له كان واحد غدر الناس اللي ياخدوا معاهم البلاغ اللي هم رايحين. وفي منهم منشوره من فرنسا ان في تقريبا اي بي اي في 31% من البيشنت جايين بامبورتد ملاريا. فما بقتش القصه انك انت بتهاجر، انت بتهاجر وبتاخد الملاريا معاك وبتتسبب. استاذ احمد ده حاجه صغيره، لو قلنا الموست كومن سنجل ديزيز كيدني انجري هو الملاريا في العالم كله، لانه تعداد الناس اللي عندها ملاريا كبير لوحدها مليونز. انا جاست يعني معلش في بعض الاشياء انا متاكد ان هي تقول لي ديسكاس اكستنسفلي في المحاضرات الجايه، فلازم انا بقى جاست وورد لاين عليها. في عندنا فرق بين الديفلوب كاركترز والديفلوب كاركترز ريجاردنج الايج. هي في كلمه انجري في الديفلوب كاركترز از ذا سيزونز راوند، ودي مشكله بياخد السن الايه؟ السن البرودكتف. على عكس في الديفلوب كاركترز بيبقى مور اندر، زي ما قلنا المورتاليتي بتبقى اعلى في الديفلوبينج كانترز. وايفن في بعض الاماكن زي اللي هو المونسون سيزون ده كنت اول مره اعرف عنه، اللي هو السيزون اللي بيحصل فيه الفيضانات في الهند. فعشان كده حتى ايفن في نفس المكان يبقى فيه سيزونال فاريشن في البريفلنس والانسلنس اللي هي الاكيوت كيدني انجري. الهوسبيتال الاكوارد اكيوت كيدني انجري في المرضى من الانجليز الانسلنس، وده اتريبيوتد عشان انكريز الايدج وانكريز المالتيبل كوموربيدس، وبدات فاكتورز جديده تخش زي موضوع الكونتراست ايه؟ الكونتراست ايجن والكونتراست انكريز نفروسي. فعشان كده الهوسبيتال اكوارد اكيوت كيدني انجري بدا يزيد. الاستاذ دي اتعملت في اسكتلند. كانوا بيقارنوا بين الكوميونتي اكوارد والهوسبيتال اكوارد. يشوفوا الريكفري ان ويتش الاقتصاد دي تقريبا كان فيها 500 مريض، فلو ان الريكفري اللي كان فاكر فيه الكوميونتي اكوايرد از بيتر ذان الهوستل اكوايرد، والمورتاليتي في الهوستل اكوايرد هاير ذان في الكوميونتي اكوايرد. وطبعا موضوع الاكيوت كيدني انجري الديفلوبمنت الكرونيك كيدني ديزيز والمورتاليتي لها علاقه باكثر من فاكتورز، بس اهمهم السيفيرتي اوف الاكيوت كيدني انجري والديوريشن. طبعا الريكوايرمنت اوف ذا اكسل كين ملوش ما بينهم اي فرق. هناخد داتا بقى من ايه؟ من الريجسترز. يعني جاست هنريد داتا من الريجسترز، هناخد اليونايتد ستيت ريدر داتا سيستم. في حاجه من زي بيشن كاركترستيك هنلاقي الاكيوت كيدني انجري في كروس كورليشن بين الايدج. الناس اللي عندها اكتر من 80 سنه بيمثلوا تقريبا 50% من الاكيوت كيدني انجري. هنيجي نقول طب احنا بنشوف اكتر من 80 سنه، بس دي الريجسترز داتا وهم عندهم داتا. الحاجة الثانية ان لما كنا الانكريزنج الايدج، يعني نيجي نبص هنا الايدج ما بين 60 ل 69، هنلاقي ان الانسلنس ريت بتاعتهم تقريبا 24 لكل 1000 لكل 1000 كومبير 85 لكل 1000 لو الست اكتر من 85 سنة. فالايدج از ويل كورليتد ديفلوبمنت اكيوت كيدني انجري. الهوسبيتاليزيشن لما نيجي نبص على حسب اليونايتد ستيت رينال سيستم هنلاقي ان الادميشن ريت زاد من 1.5 سنه 2003 ل 4 سنه 2012، فالهوسبيتاليزيشن انكريز. وهنلاقي ان اكثر الهوسبيتاليزيشن من الافريكان او الايه؟ الافريكان امريكان كومبيرد للاذر ريسز، يعني كومبيرد للوايت ونون افريكان امريكان. طبعا الكوموربيدس على حسب يو اس ار دي اس الدايابيتس والكورونيك كيدني ديزيز. يعني هنلاقي ان البيشنتس النون دايابيتك او اللي عنده دايابيتس وعنده نون سي كي دي او اللي عنده سي كي دي ونون دايابيتك اقل من ايه؟ من التو كومبينيشنز اللي احنا شايفينه هنا على الناحيه اليمين بالنسبه لكم. وهنلاقي برضه ان الانديكيشن للدايابيتس بيزيد مع التو كومربيتس دول. طيب ده بالنسبه للفيرست اتاك او الفيرست اتاك من الاي بي اي. الريكارنس الاي بي اي لما جه يعملوا كورليشن مع الايدج، لو احنا بصينا في السلايد اللي قبلها احنا قلنا من سن ال 80 ل 85 تقريبا 50% ملوش كورليشن مع الايدج والريكارنت اي بي اي. بس لازم ناخد ده بحذر شويه عشان ايه؟ الديس سنسور، لان الناس الكبيره بدات تموت، فالريكارنس الاي بي اي ممكن الكيرف ده ما يبقاش صحيح. برضه في الريكارنس للاسف الافريكان امريكان برضه عندهم نفس ايه؟ عندهم نفس المشكله. والدايابيتس والسي بي دي ستيل التو كوموربيدس احنا عملنا مشكله. السلايد دي بقى يعني عذره خطيره جدا. خطيره جدا ليه؟ لانهم لقوا ان تقريبا 75% من البيشنز
اللي عندهم كده غلط اول واحد بيشوفه البرايمري كيرفز الشبكه ده بعد 3 شهور من ديفلوبمنت الاي بي اي وتقريبا 13% بس بتشافوا بالفرانشيز وتقريبا 13% بتشافوا بالفرانشيز الاستاذ الثاني او الكيرف الثاني بيقول لنا لما بيحصل الغرز النسبه بتاع البيشنت اللي بيبقوا فيد بالفرانشيز تقريبا بتوصل 13% ده هيهمنا فين؟ هيهمنا في الاويرنس في الاويرنس ان احنا لازم نشتغل على البرايمري فيزيشنز على الهيلث كير فيزيشن لان هم اللي بيشوفوا الحاجات دي قبلنا او بيشوفوا الحاجات دي اكتر مننا. الموضوع الموربيتي والكونفرشن او البروجريشن للسي بي دي سنه بعد الديفلوبمنت الاكيد كلمه ينجل لو ان في 30% في سنه ناس ما كانش عندها اي كرونيك انتيز بتخش في كرونيك انتيز. ده طبعا بيتفسر ليه؟ بيتفسر بالنفر النص اللي بيحصل بالفاسكولار دامج اللي بيحصل. المورتاليتي على حسب الوايت ستيت رينال داتا سيستم تقريبا 14% و50% من البيشنت يوم الاستشاري منهم. طب السؤال المهم والخطير واللي هيحلنا شويه هاو جود ار وي مانجينج اي بي اي؟ هنجيب بقى ليه الموضوع اللي الدكتور عبد اكيد هيعلق عليه باستفاضه. الناشونال كونفدنشال انكوايري انتو بيشنت اوت كام اند ديس اتعملت في اليو كي واعتقد تجربه ليها ليه من البارتسبيرنج او المسؤول عنها. الناشونال كونفدنشال انكوايري كانت بتعمل ايه؟ الايم بتاعها ان هي جابت الناس اللي حصل لهم اكيد كيد انجري وحصل عندهم مورتاليتي في الفتره اللي موجوده من ايه؟ من جان 2007 لغايه مارش. وبداوا في ريفيور جروب او ادفايزر جروب في ادفايزر جروب بتعمل كوشنيرز وتجمع الداتا بتاع المجموعه دي كان عدد الارقام كان في كلينيكال كوشنيرز كلينيكال كوشنير ده بيشوف الكونسلتنت الكير بتاع الكونسلتنت وكان في اورجانيزيشن كوشنير بيشوف الكير بتاع المستشفى نفسها كاستاف وسيلز وبروتوكولز وكانوا بيجمعوا الكيس نوتس بتاع الكونسلتنت وفي الاخر ملف المريض طبعا متشال من قسم المريض بيروح للريفيورز عشان يعمل عليه كومنتس. نشوف الريزلت لان الريزلت هتدينا انطباع اعتقد عن المشكله عندنا. كانوا بيحسبوا بعد كده على حسب الريفيور ده البراكتس هي ويت براكتس ويت براكتس يعني براكتس ده عليه ستاندر ذات يود اكسبت في روم يور سيلف. او في روم اوف امبروفمنت يعني في مجال التحسين على مستوى حاجتين الكلينيكال او ان اورجانيزيشن ان المستشفى محتاجه تحسن. او الكلينيكال التريني بقى الكونسلتنت وكان في حاجه كان فيهم اوف امبروفمنت الاثنين مع بعض اوف امبروفمنت الكلينيكال والاورجنايزيشن ولسه سخفت ده رقم 4 معناها ان احنا مش راضيين على الكلام ده وفي اخر حاجه بقى ان في انسفيشنت انفورميشن يبقى نقول ان هم بيقولوا جود براكتس او روم فور كلينيكال امبروفمنت او روم فور اورجنايزيشن امبروفمنت او روم فور اورجنايزيشن اند كلينيكال امبروفمنت او احنا انسفكتر الكلام ده مش عاجبنا او انسفشن ده. نيجي نبص على اول ايه؟ على اول سلايد اللي تدينا اراء. نلاقي ان هم بقوا 50% من الاي بي اي كونسيدر جود براكتس، يعني معنى كده ان في 50% بيقعوا في الايه؟ في المجموعات الاخيره. المجموعات اللي هي الاخرى. الحاجه الثانيه ان المشكله ان الروم فور امبروفمنت الكلينيكال براكتس كانت اعلى حاجه. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده الجمله الاخيره. ديفيشنسز ان تريننج. البوس اندر جراديت او البوس جراديت حاجه شويه طب نستنى شويه لما جم قسموها على حسب الايه؟ الناس ديت ديفلوب اكيوت كيدني انجري جوه المستشفى ولا بره المستشفى؟ لقوا ان الجود كير بينزل لغايه 30% في الناس اللي ديفلوب اكيوت كيدني انجري جوه المستشفى. طيب نجيب اللي بعديه ونصبر شويه. عملوا 10 اسكتاتر منهم الايج والكوموربيتي والميديكيشن لغايه الايه؟ لغايه النيوتريشن ستيتس. لقوا ان 30% من البيشنتس ما حصلهمش اسسمنت لل 10 ريسك فاكتورز. ترينر سيفيس لقوا ان تقريبا نص الادمتنج هوستل ما فيش عندها انسايد نفرولوجيست. و 39% من الهوستل النيرست نفرولوجيست موجود في ايه؟ في بلد ثانيه. ترينر ريبليسمنت سيرفي حصل في 12% من المرضى و 8% من الناس اللي ما اخدوش ترينر ريبليسمنت سيرفي على حسب ادفايزرز كان المفروض ان هم ياخدوا ايه؟ رينال ريبليسمنت سيرفي. طيب بالنسبه للريفرال نفرولوجيست لو ان 30% من الناس اتحولت لنفرولوجيست.
اللي كان 30% من النوم 21 اتاخروا في التحويل. يعني كان 30% يتحولوا 68 ما تحولوش، ال 68 اللي ما تحولوش كان فيهم 20% المفروض يتحولوا. طيب شوف البلوت بلانس بقى هنا لما الناس اتحولت للنيفرولوجست وصلت لكام؟ وصلت تقريبا ل 69%. كان 50% لما حملوا الاساسيين الاولين. طيب دي برضه دي اعتقد ان هي خطيره بالنسبه لنا. ان تقريبا تيت اوميشنز الناس ما تعملهاش ايه؟ ما تعملهاش ايه؟ 73 وليد ما تعملهمش يورناسس. ودول كانوا اكيوت كدني انجن. انا انتظر الكومنت من الدكتور عبد الجيد يمكن انا اكون فهمتها بطريقه ايه؟ مش صحيحه. اكتر ساوند ما تعملش 94 في 94 من مره. دي كلها بيزك وسيمبل لابراتوري تيست. والاذر طبعا اوميشنز موجوده. لا مش برسنتج ما تقلقش. ده نمبر اوميشنز. ايوه هو 94 مريض ما تعملهمش الترا ساوند. 73 مريض ما تعملهمش يورناسس. ما 500 عشان كده مش بالظبط. هي مش برسنتج، هي نمبر اوف اوميشنز. يعني عدد مرضى. طيب ده الايه؟ ده الناشونال كونفدنشال انكوايري وهنسمع كلمه الدكتور عبد الجليل عليه. اعتقد ان احنا متوقعين بقى المشكله عندنا ايه؟ نيجي نبص لارك ووتس. للاسف في بص للذات مفيش ستاتس كتيره. هم ثلاثه اربع ستاتس. الستات الاولانيه اللي انا قلت لكم اللي هي منشوره من منطقه عسير في السعوديه العربية، هي الاجريمنت بتاعها ان ستيل الهاير الناس اللي الاتش بتاعها اكتر من 60 هي تقريبا 50% من البيشنت اللي بيحصل لها اكيوت كيدني انجري. ودخل بقى موضوع الراندومايزيس. وعلى فكره الحالات اللي حصل لها راندومايزيس كانت كلها الكار اكسل، لانتوا عارفين الكار اكسل كان فيه السين مرتفعه شويه. هنعدي على بعض السلايد لانها ما اضافتش كتير على اللي انا قلته. في استادي موجوده من الاردن الدكتور رياض سعيد بس تقريبا نفس الرزق. في استادي وحيده من مصر اللي جيتها الدكتور امير رشدي معموله في تيرشن مصر برضه ما ضافتش جديد حاليا قوي. انما العدد في كل مستوصف الحين دي عدد قليل قوي، يعني 100 مريض او 150 مريض. المرتبطه والريشن السي كي دي اعتقد الدكتور حسين تطرق للموضوع ده وهو عرض جزء من ايه؟ احنا بنقول ليه مرتبطش؟ هنيجي نبص نشوف انا زي ما قلت في الاول هي السوسايتا بيرد. انا حاولت يعني اول ما لقيت الرقم ده لقيت ورا ثلاث اربع مرات عشان اعرف على 9 بليون. فشوف القصه قد ايه؟ 3.5% من الادمشن بيزود الاكيد كدني انجري، بيزود 3 ايام ونص. اللي ما عندوش يقعد 5 ايام ولما يحصل له اكيد كدني انجري يزيد 3 ايام ونص، 3 ايام ونص ادمشن. الدكتور حسين عرفها ان الكوز المرتبي اعلى من قصه كانسر. وهو كان الكومنت بتاعه صحيح، هل هو اكيد كدني انجري ولا مع حاجه ثانيه اتريبيوتد لحاجه ثانيه؟ وهو طبعا عرض موضوع الدس وعلاقته بالسيرم كيانها. السيستماتيك ريفيو ده انكلودد تقريبا 49 ستارز 47,000 مريض. 47,000 مريض وفي 15 ستادي تابع بعض المرضى دول لاكثر من 17 سنه. طيب هم طلعوا ايه؟ طلعوا ان الانسلنس ريت السي كي دي افضل من بيزولو في اكيوت كدني انجري 7.8 لكل من البيشنت دي. والريت السي اي دي 5 عاملين ستيج على حسب ما عرفوها 4.9 كل 100 بيشن. فالارقام تعتبر ارقام خطيره. الارقام خطيره لو انت عندك تقريبا 5 من كل 100 بيشن بيحصل لهم اكيد كده بيجري كل سنه يديفلوب سي اي دي ستيج 5. المورتاليتي ريت في الاستادي اللي فيها تقريبا حاجه و 40,000 بتقول المورتاليتي ريت 8.9 لكل 100 بيرسون في الجيل. والسرفايفر السرفايفر الناس اللي ما كانش عندها اكيوت كدني انجري كان 4.3 لكل 100. يعني عنده اكيوت كدني انجري 8.9 لكل 100. اللي ما عندوش اكيوت كدني انجري 4.3. يعني تقريبا المرتبه دي نقدر نقول ان هي غلط. الريت اوف سي كي دي افضل اكيوت كدني انجري هنسكيب ده لان اكثر الاستاذ اتفق عليه على ان الموضوع ان الاكيوت كدني انجري از نوت ذات براين از ريسورس. الموضوع مش موضوع براين. الصالح 12 في الاكيوت في الكيدني انترناشونال كانت معموله على 5351 بيشنت. قالت ان في 13.6 منهم بيخشوا في كرونيك كيدني ديزيز ستيج 4. والريسك فاكتور الايدج اسوشيتد بالبروجريشن ان بريزنس اوف كوموربيدز سبيشال دايبيتس وهذه الاكيوت تيمبر بروسس والنيد اوف دايبيتس. والحاجه الاهم السيفيريتي والديوريشن.
الدكتور حسين عفاضل مطرح موضوع الرايف كريتيريا. طبعا في كروس كورليشن مع الستيجز من بريست لانجل فيلير المورتاليتي انكريزنج بتزيد. طيب احنا خلصنا الاربع او خمس اسئله. هاو تو ريس الاويرنس، لازم نعرف الناس، لازم نعرف مشكله الابيلتي ان انجل ما هيش مشكله بسيطه، ومش معنى انك خرجت المستشفى نورمال كرياتر انك انت مش ممكن تخش في التورنيستي. دول التارجتس طبعا، دول التارجتس اللي هنشوفهم واحد واحد. الفيرست بايه هم النيرسز اديوكيشنال بروجرام، كل فتره بتلاقي منهم اديوكيشن. الحاجه الثانيه كريدنشال، هم النيرس فيري صوره قديمه قوي الدكتور حسين بيضحك عليها، صوره هيستوريكال. فالمفروض ان احنا نهتم بالاديوكيشن ونهتم بالكريدنشال اللي ما بينهم. الحاجه الثانيه الكيمست، الناس اللي فايت كيمست تو ديفيلوب ا نيو ماركرز. دكتور حسين كان بيتكلم عن البايو ماركرز، اليوز للنيو ماركرز لازم برضه نهتم بيهم بالاديوكيشن والتريننج بتاعهم. طبعا ده مهم قوي لان ده اللي يفيد كل حاجه، ده اللي يفيد الفلوس. البوليتيشنز هو نازل الانتخابات هعمل لكم مركز هعمل لكم كذا وبعد الانتخابات ما تشوفوش، لانه محتاج فلوس، محتاج انت محتاج في البادجت، فالناس دي لازم نتواصل معاها. البرايمري فيزيشن والهيلث كير فيزيشن، احنا زي ما شفنا في السلايدز ان تقريبا 75% سين باي فيزيشن، وللاسف هو ممكن يكون نوت اوير بالنيو كلاسيكيشن بالاسسمنت بالمانجمنت. فلازم الناس دي كلها دول التارجتس اوف انكريزنج اويرنس. الهوسبيتال مانجرز، الهوسبيتال مانجرز ان هم يعملوا كل فتره والتانيه كلينيكال كواليتي، كل فتره والتانيه بروتوكولز بتاعهم رينيوال وابديتنج بروتوكولز. الراجل الغلبان بقى الفويس بتاعه لازم يوصل اللي كان من فوق اللي بينزل الانتخابات والهوسه المرجع، وي شود ديليفر ذا بيشنت فويس. اخر حاجه هنعمل بيها برضه الدكتور حسين عرضها، ده الكونسبت الكونسبشوال الكونسبشوال ديجرام ده اللي احنا بنمشي عليه. لازم نعرف ان نعرف الناس ان مش معنى انك انت عندك نورمال كيدني فانكشن يو كان بص يمكن هيلثي وده 5R، 5R اللي بروفايد الناشونال هيلث سيرفيس عشان يزود الاويرنس في مرحله البيشنت اللي عنده انكريز ريسك، لازم يتعمل له ريسك اسسمنت. بدل الدمج للرينا فانكشن هاو تو ريكوجنايز ازاي نشخصها، في ديكريز عنده في الجي اف ار هاو تو ريسبوند، هاو تو ريسبوند، هل هنمشي كونزرفيف، هل هنعمل فلويد، هل هنعمل دايلاسيس، وات ايفر. وصل لكلمه فاير فيجر لازم الرينا سبورت على حسب المودالتي وريها المديشن. الفايف ار از ادوبتد او بالناشونال هيلث سيرفيس، الار الاوليه اللي هي الريسك الكثير بتاعتها اللي هو الريسك اسسمنت، نقدر نعرف مين السبتول الاكيد كان ينجل، وتقدر بقى هيكون في جيماتيك تيست او نعمل له سكور على حسب الكلينيكال سكريبتور، مش هنشوف له 10 سكريبتورز اللي كان بيشتغل بيها الناشونال كونفدنشال انكوايري. سيرفلانس زي ما الدكتور حسين قال وبرضه حرقها الاليترال قلت وانس ان وانس ان كان كان سيرم كريال من تي اليترال مريض كذا يديك قلت عنده بوسيبيلتي هاي بوسيبيلتي انه يخش في انجري. البرايمري بيتمشي اكسبيشن في الهاي سيشن، يبقى ده اول ار اللي هي ريسك اسيستنت. تاني ار الريكوجنيشن، الريكوجنيشن ان احنا ازاي نعمل دايجنوستس وازاي نعمل ستيجنج. الاريا اوف فوكس ان احنا ندور على الفانكشن تشينجز اللي احنا ذكرها في يورن اوتبوت وموضوع البايو ماركرز، والستيجنج ان احنا نسبريد الاويرنس بين البرايمري هيلث كير فيزيشن على النيو كلاسيكيشن. السيرت ار هي ريسبونس، هل في عندنا ريفرسال فاكتورز كود بي كوريكتد، الهايدريشن كيمو داينامكس كود بي كوريكتد، الافويدنس النيفوتوكسيستي، واخر حاجه السبب. طيب وصلنا بقى لمرحله الفيلير الرينال سبورت اللي تشويز اوف الدايتي والدوزنج، الكلام ده كله اعتقد ان هو هيتناقش في المحاضرات دي في المحاضرات الجايه. الريهابيتيشن التيم ابروتش بالفول اب ريكفري فانكشن اسيستنت، يبقى ده 5R استراتيجي ان احنا نزود الاويرنس. طبعا في كلام بقى على ممكن ينجل تول كيت، دي سيمبل كيت المفروض ان هي تشيك ليست موجود فيها السيمبل ميجرز اللي نقدر نعملها عشان نقلل الريسك وتو مانج الاي اي اي لو هو حصل. يهمنا كتاب الريفرال، نعمل ريفرال كريتيريا، يهمنا الريشن ايديوكيشن. طيب في النهايه جاست كونكلود
الى 15 نيجر is a worsening problem, but its actual true instances are known. Knowledge in instances and risk factors is crucial because it drives local and international efforts for detection and treatment. Even mild AKI is no longer considered dry. وانا كتبها بالاحمر لان دي اعتقد ان هي اعتبر من شويه. And the nephrologists need to help to implement structures that lead to appropriate nephra in order to prevent CKD progression. The preventive management structures for this condition need to be identified, implemented, and evaluated. It is necessary to raise the awareness of AKI in the special groups that I have used. نتمنى ان احنا نوصل للجول او 0.25. شكرا. اشتغل في السيد الإطار على البيشنس وعلى الفيزيشنس وعلى الناس ثلاثة آرز بحيث ان احنا نشوف ايه التطور اللي حصل. هناخد حاجات في البرسبكتيف وهناخد حاجة رندومايز برسبكتيف استدعى على البيشنس. ففعلا انا بقوم صوتك المفروض يبقى فيه اويرنس في جميع المستويات. لان ساعات احنا بتقابلنا الدكتور عارف نفاجئ. يعني انا بقول عاوزين نقدم الماتيريالز بتاع المفروض سهله من اذر سبيشاليتيز. ساعات بلاقي ان النيفرولوجيست مش سينيور نيفرولوجيست ساعات بتبقى في الصغر. واعتقد ان الجزء الاصيل من الاوبجيكتيفز بتاع كومبيوتر ميديكال اديوكيشن هو تاتشنج ذس الاويرنس بتاع الفيزيشنز. ساعات انا عايز اسال الدكتور عبد المجيد قبل ما اسال على نقطه كان تروماتايزنج ولا كان اكسبيرتنج؟ لا كان تروماتايزنج لان الناس كانت متصوره ان الاكيوت كيدني انجري دي حاجه احنا متحكمين فيها وان احنا فاهمينها. بس اهم حاجه تفهموا نظام الطب في انجلترا. النظام بالنسبه للنفرولوجي بالذات ثلاث ارباع مدن انجلترا ما فيهاش وحده نفرولوجي. ده عكس مصر. ما فيش غالي محافظه وما فيش مدينه في مصر ما فيهاش وحده نفرولوجي. انجلترا ثلاث ارباع و 60% من المدن ما فيهاش وحده نفرولوجي. ولا دايلس سيرفيس؟ ولا دايلس سيرفيس. فبالتالي شافل كيدني انستيتيوت هو بيشوف 2.5 مليون عيان ليه مع ان شافل البوبيليشن بتاعتها 500,000 لانه بيجمع حوالي 10 مدن حوالين شافل ما فيهاش فيها مستشفيات حكوميه ومستشفيات جامعيه ما فيهاش ولا واحد نفرولوجي ولا نفرولوجيست واحد يشتغل فين؟ يشتغل فين؟ لو كانش في واحد صح انا فاكر كنا بنسافر دونكاستر روزن دونكاستر وبارسلي وورك ومانشفيلد وي كل دي مدن بين 50,000 و200,000 ما فيهاش وحده نفرولوجي. فبالتالي كل اللي بيشوف حالات الاكيوت كيدني انجري يا اما نون نفرولوجيست يا اما بتوع الانتنسيف كير يا اما بتوع البرايمري كير. فنرجع لموضوع الاويرنس ان هم معلوماتهم. فبالتالي لما تبص على الكواليتي اوف كير هتبقى وحش لان الاندوكرينولوجيست والدرماتولوجيست والانفكشس ديزيز والاوبستريشن كل دول اللي بيشوفوا اكيوت ما مش ملمين بموضوع ولا عارف. نفس السيتويشن في الستيتس. يعني احنا عندنا لما نشوف تقريبا 70% بالبرايمري هيلث كير فيزيشن 13% فانا بالنسبه لي اكيوت كيدني انجري اتس نوت انفرولوجيست بروبلم. احنا بس كلنا لما بيعوزوا يغسلوا يقول لك العين عايز غسيل حوله لوحده الكلى او حوله للانتنسيف كير. والانتنسيف كير في انجلترا يغسل من غير استشاره نفرولوجي. يعني 70% من الاكيوت كيدني انجري عندنا في المستشفى بيشوفوهم بتوع العنايه المركزه واحنا ما بنشوفهمش خالص الا لما عايزين يطلعوهم من العنايه المركزه ولسه محتاجين غسيل يقول لك تعالى شوفوا بقى لان عايزين نخلص منه ونبتدي نطلع. ويا ترى المانجمنت بتاع الانتنسيف كير سي سي ار سي ار ار تي يعني سي بي بي اتش يعني هل هو المانجمنت بتاعه يعني الانتنسيف المانجمنت زي المانجمنت زي الفروجست ولا يعني الريزلت بيحطوا على السي بي بي اتش
مباشره سي ار ار تي. اول ما جيب يعني اليوريك ومحتاج غسيل بيحطه على سي ار ار تي. انا بتكلم ما قبل الدايريتك تريتمنت يعني هو كتجربه كده كانه يدور على يعني كريزلت بتاع الاكيوت بتاع الاي سي يو ما بيجيلوش الفتره اللي هي قبل ما بيغسل بتبقى قصيره يعني بيبقى راجع واحد من عمليه مثلا كاردييك سيرجري اكيوت كيدني ايجن جاي له واحد سيبتيك شوك اكيوت كيدني ايجن جاي له واحد مالتيبل اورجن فيلير اكيوت كيدني ايجن. طب في الجنرال وورد برضه مين اللي بيتابعها يا فندم؟ يعني اللي بيتابعهم لا اللي بيشخصها اللي بيشخصها غير ديفرنتوس يعني في عنبر الكارديولوجي في عنبر البطنه لكن بيلجا بعد كده للنفرولوجيست حتى لو مش محتاج تدريس ولا ما كانش بيعالج مش يعني ريديو كونتراست نيفروتوكسيسيتي جود اكزامبل. عدد كبير منهم بعد يومين هتلاقي كرياتينين هايل من 1 لـ 1.8 مش محتاج جدا تدريس هيستنى 4 ايام هتنزل لواحد تاني انتهينا. طب لو مش هنزل برضه تفسر زي يعني حتى ايفن نون نيفروليست هو الفيرست كيرنج بالاي بي ار 73 مريض ما لهمش يوم نرسس حاجه و50 هاو كان وي سيدين ذس امال السيتويشن عندنا ايه؟ ده السيتويشن اغلب وحدات المستشفيات واغلب وحدات الجراحه واغلب وحدات غير البطنه ما بتعملش يورين تيستنج ولا ادمشن في الدكتور مش مدين على فكره بس وانس هي ديفلوب اي كي اي على فكره وزير الصحه هنا ديكليرز ان عندنا مستشفيات احسن منها انا يعني يمكن هو بيقصد مستشفى النيل البدراوي ومستشفى السلام الفرنسي بس حتى يمكن لو بيقصد انا من التريشن السيتويشن برضه مش يعني برضه هو انجلترا صحيح فيها سيستم لكن برضه بعض المستشفيات الكير فيها مش حلو زي ما احنا متصورين يعني ممكن لو انت رحت مكان ما بتلاقي البراكتس لحد ما بيجيب ديفرولوجي يعني كل ساعات انا فاكر لما كنا نروح نشوف ناس داخلين المستشفى بقالهم اسبوع 10 ايام والكاتب بتاعها كان 300 و400 ومحدش كان بيسال استنى عليها ثانية واحدة دلوقتي 73% ما بيعملوش يورين 515 تقريبا ما بيعملوش يورين 515% تسأل نفسك ما قيمة اليوريناليسيس في الأكيوت كيدني ايجن؟ لا قيمة له انت واحد اوليوريك واحد انيوريك واحد كرياتين طلع من 2 لـ 5 اليور اناليسيس ما هي مفروضة بس مش هتشخص لك الاكيوت كيدني ايجن فولا في الرايفل ولا في الايكن ولا في لا لا مش في التشخيص بس مش في الايديولوجي انا عذر عشان برضه اعرف انا بعرض الناشونال انكوايري عندي داتا بتاعتها فانا بعرضها كاكزامبل وان احنا بنوصلها للسيتويشن انا عاوز اقول كومنت يعني مش بعرضها جاست لو اتاك الهيلث سيستم في مكان قبل ما ادي مقفول لراجل خلاصه الكلام ان اغلبيه اللي بيشوفوا اكيوت كيدني ايجن في انجلترا غير النفرولوجيست فبالتالي مفهومهم للانفستيجيشن النفرولوجي يور اناليسيز يور مايكروسكوبي كاست وهل ده يا فندم كل ده مش يعني احنا شايفين المعادلات وهل ده ما يفسرش ان يعني في رايي يعني ما يفسرش معدلات على مستوى العالم بقى معدلات المورتاليتي العاليه والموربيديتيز العاليه في عيان الاكوت كيدني انجري ان المال زي ما ناجي قال انت عيان بقى اسبوع وكرياتين لما دخل كان 150 ولا 180 بيندهلك لما كرياتين 600 ده طبعا البروجنوسيس اقل. انا حاولت خلال السنه اللي فاتت دي واللي قبلها اجمع ديتا عندنا احنا بدينا انا عايز احكي حاجه غريبه انا لسه ديستنس العيانين الاقسام الثانيه بيجي لهم اكيوت كيدني انجري اند ريفيوز تو كونسلت ايفن لما نروح نجمع منهم الديتا دي ريفيوز ات دي دونت ثينك ان ذا اكيوت كيدني انجري يعني ان الكاتن يعلم ان اليورين فوليوم بيقل دي جيت له دي دو بس خلاص حتى ساعات بيدوا اوفر دوز لفلود جامده يعني لو رايحين متعودين يدوا هيوج اماونت اوف فلودز من غير ما يكون عندهم اي بيانات اي شيء. فلكن رغم كده يعني تقريبا وي كود تيك سمثينج لايك 100 كيس بير مانث اور ايفن مور من كيس اكيوت كيدني انجري
وصلت ستيجز فيري اوبفيس يعني يمكن يكون الريسك مش هي الريسك ولا الانجري ممكن يكون دخلنا في الانجري بلس فا اتس اي ثينك اتس هيوج نمبر اوف كيس انا اي دونت ثينك وي ميست دبل كيس تمام يعني دبل كيس نمبر ار ميست فا وي مايت بي سمثينج لايك 300 كيس ا مانث من المنصور عندنا في المصدر وللاسف بعضهم بيخش في ريزيستنس يعني دول كده يعني يمكن 10% او مور دي بيرسيست دي دول دول الكفر موضوع الكفر اللي هنرجع من تاني ريكوجنيشن احنا شخصيه انت او شخص لا يعني انا هنشوف ان احنا الدياجنوز ده فيري ليت انا اعتقد برضه ان انا الاويرنس لا اهم اويرنس مهمه اغلب الحالات اللي كنا بنشوفها واللي كان بيقول عليها ناجي ده هو ابو عمرو يقول لك تعالى شوف الحاله عنده تلاقي العيانه او العيان عنده 80 سنه تلاقيه عنده دايابيتس من غير ما تشوف الملف تقول له وقف الاس والارم وتوصل تلاقي بياخد اس وبياخد ارم وضغطه واطي وكل ده ريفرس والجنرال فيزيشن او اللي بيعالجه ولا هو دليل ان الاس نيفروتوكسيك ولا هو عيان ان الاس ما يبداش ما تديهوش الكومبينيشن والارم وات دزنت تيك ماتش بقى لانهم يمكن ما كبكنيش اللي عنده 80 سنه ده جي اف ار تحت 60 والاس منزله ل 50 ف اول التكس دي هايدريشن برد اي حاجه سو اتس ريفنتبل اند تريفبل يس just a few points on the epidemiology. It depends usually on how you define meaning. Most of those studies were retrospective in nature and were applied on databases. Most conducted by the intensivists and epidemiologists, they looked for the correlation first at the, for validation of the study, the Reichel, Achille, Kelly book, on the correlation of the mortality. So that was done retrospectively. Analysis for the Reichel, for the Arena trial, for ADN trial, for the Picard trial, and then try to draw a correlation between mortality and the level of serum creatinine. And that's how they conducted that. With the progressive rise of creatinine, you have increased mortality. Ironically, it was found that patients who started renal replacement therapy at higher creatinine levels had better survival. Which takes us to the other point, which is when you judge someone to start renal replacement therapy, you put them in a Keen 3 or Kaligo 3 stage. And the problem is that intensivists may start dialysis for non-renal causes. And then the patient dies. And you account this death to acute kidney injury, where it may be through a multiple organ failure or systemic disease or what else. And the other point is the urine output criteria. Just for the first point. Is it a question of comment? It's a comment, thank you very much. I tried to ask a question, but it's a very good comment. I'm waiting for the question to answer. Okay. The other part is... 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 ويمكن أن أشرت القصة أن لما نعمل analysis and adjustment in the complications associated مع acute kidney injury فقدت acute kidney injury بقت هز العرش تحت الله لما نتعمل على هذا عدد كمان أكبر وأكبر في الروسبكتيف زي تقول بدل الروسبكتيف بس ساعات الواحد بيعز عليها أن تقول على عرض حاجة كام مليون من أدب في مصر دي 3.5 مليون معمولين بيتريدوا في الأشياء فبرضه الواحد بيحترم هي المشكلة في الكريتين نفسه يعني انا اقول على حركه الحال ساعات بيجي لي عيان يقول لك ده عيان 32.5 في العيان بتوع الدارس بقوم سائل النايب سؤال واحد البول اخباره ايه بيقول له ما بجيبش بول قلت له مع غياب البول ببص 32.5 ده عامل لي هيموت فقال له ما الله يحفظك وده عيب انهيرنت كرياتين هو رفع زي ما الدكتور عمليه حطه قبل كده في الانعاش او حط دفن هو المفروض يتدفن بس لغايه النهارده لا يوجد له صوص على مستوى البراكتيك الا اذا مرة ده تبقى استاذنك بس دروس الموضوع اللي كان ياكل ستيل في ناس كونفنسنج تمام ولا ده سنت براكتيكال وتشيب وما فيش غيره بس كان بي فيري مسليدنج يعني يو كان هاف اكيوت كيدني انجري وذاوت تشينجز ان كرياتينين حد الاندومالنورش ما بياكلش ساركوبينيا سواء اي حاجه كده يو جوت تو بوت ان يور مايند
يبقى انا اللي يعني لما اشوف حاجه المفروض انها ان لها فلسس. انا بغسل العيان ما بغسلش الكرياتينين، فبالتالي هي مش الكرياتين بس، هو الاوفرول ايفولوشن. يعني انا هقول على حاجه بسيطه قوي في مجموعه من الاسئله، خلينا نقول الكلاسيفيكيشن دي كلها زي اللي وفي السكه دي برضه في التاخر. مجموعه 16 جروب العمليه جيمس بوز اللي تبع الحقني نفرش اسمه روبرت دورنز، في واحد منهم اسمه اكسل من البرازيل، السيجنيشر بتاعه كرياتين از ستيل ذا بيس ماركر رفع كرياتين، ده هو السيجنيشر بتاعه. في بس يعني مازال احسن، مفيش غيره، مش انه احسن انه كويس. It's not optimal, it's the best. لا 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 كل دول يا دكتور علاء يعني عشان ما نحرقش المحرر بتاع بكره كل البايو ماركرز. خليها بقى. انا قلت اعمل توعيه للناس في المسافه وفي الوضع اللي هو يعني انا بقول لهم ان السن طبعا مش عارف اقول لهم 2015 وجاسم والسجاسم لازم دورك تخاطبهم عدى على يعني اقول لهم الاعجاز العلمي في الكلى الافق بتاع الافق المهم في النهايه عشان اوصل عمري لو الكرياتين يعني مثلا احد اللاند مارك ستيتمنتس اللي بقول لهم انت هيطلب منك اشعه بالصبغه ايا كان نوع الصبغه اعمل وظيفه الكلى يعني وظيفه الكلى تروح تعمل حاجه اسمها كرياتينين في الدم ب 10 جنيه ولا 8 جنيه في المعمل دوت. طب لو لقيته ايه؟ لو لقيته مش زي اللي بين الاقواس استشير دكتور الكلى. بس دي نصيحه كويسه لانك استشير بحس لو قلت له ارقام ولا قلت له من 8 ل 10 ل 1 ده ما فيش ارقام اذا ما لقيتوش زي ما بين الرقمين اللي بين الاقواس استشير دكتور الكلى هو يديك الدليل بعد كده. فانا اقصد ليه الكرياتين 8 جنيه او 5 جنيه او ساعات بتتعمل مجانا ناس بتموله وموجود في كل مكان حتى في القرى. فبالتالي فيري سمبل براكتيكال ابروتشبل، لكن البايو ماركرز اللي قلنا منها يصرف عليها، عاوز المؤسسه تصرف، عاوز الولايات المتحده الامريكيه تصرف عليها. Another point regarding the urine output criteria. The urine output criteria اللي suggested او proposed في الكلاسيفيكيشن كانت empirical. Very empirical. Suppose that ان في average station وزن 70 كيلو، that's how we find ان الاوليجوريا اقل من نص مل. لكن it was not compared لمورتاليتي اوتكمز. عشان كده كان السؤال اللي شغال كان طول الفتره اللي فاتت، ايه ده يبقى اوتكم كريتيريا ريلي فاليد ان هي تستنج الناس تحطهم في جريدنجز ولا لا؟ وحضرتك قلت على الاجابات، لكن بتفضل بشكل ثانيه في اليور اوتبوت نفسه. It was found that the حد بيقول انه just it increases the sensitivity بتاع الستيجنج بتاع الكرياتين. لكن هي يعني معظم النيفرولوجيست حتى مع اور انسست على اليور اوتبوت كريتيريا دو نوت يوز ات. المشكلة الثانية إن ما لهاش سنسيفيتي. It depends يعني اليورين أوتبوت ده ويت أو ريليتد للأيديال بادي ويت للأكشوال بادي ويت للدراي بادي ويت في الأكيوت سيتنج وين يو هيت ذيس بوينت مش محسوم. حكاية البيز لاين كرياتين عشان تحسب في أكثر من 10 سنتيمتر ومفيش كونسنسس عليهم. فالموديل كله فلوت الموديل كله لكن هو ستيل هو الوركينج يعني. I think we need to start being careful with the classifications in acute kidney injury like in chronic kidney disease and ask ourselves who are the classifications for. هل الكلاسيفيكيشنز بتاعت الاكيوت كيدني انجري اللي احنا بنناقشها والكرونيك كيدني ديزيز، في ناس غاويه كلاسيفيكيشن كل سنه هيطلع كلاسيفيكيشن جديد. دي هتنفع الابيديميولوجيست يقول لك على مليون واحد مش عارف كام واحد ستيج 1 كام واحد ستيج 2 اوكي، وهتنفع النون نيفرولوجيست تفهمه لما يبقى في دامج خلي بالك لما الكرياتينين تزيد مره ونص مرتين انتبه تزود الاويرنس وتسهلها لي زي السي تي دي. يعني احنا مش محتاجين حد يقول لنا 1 2 3 4 كرياتينين عالية بروتينيوريا هنعاني، انما انا متهيألي كل دول مهمين ومفيدين للاويرنس للنون نيفرولوجيست. بينك النيفرولوجيست بقى ممكن نناقش الحاجات هل الكرياتينين يوسفول هل الكرياتينين ده بالنسبه لنا، بس اذا قلنا الكلام ده للنون نيفرولوجيست هنعقدهم زياده عن اللزوم وهنقلل الاويرنس بتاعهم وهنكونفيوز ذم في الاكيوت زي في الكرونيك. فانا متهيألي الحاجات دي مفيده للنون نيفرولوجيست. بالنسبه للنيفرولوجيست احنا عارفين الليميتيشن، واحد بولو قل، واحد كرياتينين زاد، اوليجوريك اند يوريك هنغسله وانتهينا. يعني وذر اتس 2 3 بلس 5 يعني كل الحاجات دي مش يعني انما النون نيفرولوجيست مفيد. السنه بس القصه الضام من الرايت في 8 اول
الجماعة بتوع كده اللي كانوا في الكونسنس بتاع الرايت في الدفع الطالية هم اللي كانوا مصممين على اليورين يقول لك الديفينيشن باليورين وبتوع الاي سي يو يقول لك كرياتين يقول لك حيوان بقى نوجع دماغنا اللي هو سيرم كرياتين بنسحب علينا وبنقيسه لا فهو اليورين مهم بس يتدخل في الكونتكست. الاسبوع اللي فات كان في ديبيت حصل عندنا في الاسم الناجي لو فاكر حاله الهايبر كاليميا اللي جات لنا الاسم وكان البوتاسيوم بتاعها 8 والريزيدنت حاولوا معاه بالميجر وقرروا الديسيجن في الاخر وكان نورمال سيرم كرياتين على 9/10 نورمال سيرم كرياتين الكرياتين بتاع البيشنت كان 9/10 والبوتاسيوم كان 8 كان 8 والديسيجن ان هم جربوا كل الميجرز الميديكال ميجر العاديه كونزرفاتيف ثيرابي والبوتاسيوم ما نزلش والعيان كان فيه اي سي جي تشينجز كان عنده رابدومايلوسيتي ولا كان في اي حاجه بعدها كان هيباتيك بيشنت بدا كان هيباتيك بيشنت البيشنت ستارت دياليسيس وبدا السيرم كرياتينين يعلى بص بس واحنا بعد ثاني سيشن الكرياتين بقى 2 و3 و4 وفي الاول كل اللي بدانا بيه ان كان عنده هايبركاليميا ما انت هتغسل على اساس الهايبركاليميا هتغسل على اساس فلويد اوفرلود هتغسل على اساس انيريا وليجيولر وبلمري ديما مش هتاخد رايفل وتحسبها وتقول لازم اغسله اقول لك يديك ولازم اغسله فبالتالي يور تراي تو سيف لايف هو احنا مهما اختلفنا عن في ديفينيشنز اعتقد ان يكون في ديفينيشنز عليه سما كونسنسس وبعد كده نغير فيه زي ما احنا عايزين زي ما الدكتور حسين قال وزي ما انا قلت انت كنا بنستخدم 35 ديفينيشنز كل واحد عرف واحد بيقول اكثر من 50% واحد بيقول اكثر من 200 واحد بيقول اليورو الاوتبوت اقل من 400 فلو في ديفينيشن عليه ميجر كونسنسس وبعد كده نبدا نغير فيه اعتقد ان دي نقطه تعتبر كويسه الكريتيكال ايلنس اللي عرضها في تحليل الف عيان اللي قالوا ان كل من لو جمع التعريف بتاع الاكتيف انجري الكرياتين واليورين الاثنين مع بعض ده بريدكتور للستيج 3 اكتيف انجري اللي تعتبر لها سولت اوت كم فاكتور. شوف اللي حصل في الديفينيشن بتاع سي كي دي كان زمان ثلاث كاتيجوريز مايلد سي كرونيك رينال فيلير مودريت كرونيك رينال فيلير سيفير بقينا 18 دلوقتي سي كي دي 1 ل 5 و3 مقسومه 2 و6 والبيوميوريا 1 2 3 في 6 ب 18 بالتدريج متهيألي هنوصل لنفس السكيما في الاكيوت كيدني انجري ليه؟ كرياتينين ويورين وهنزود باي ماركرز ف 5 في 3 في 4 يمكن يبقى عندك 20 كاتيجوري وهنرجع برضه لما العيان يجي لك في الطوارئ اليوريك والبوتاسيوم 8 هنزل فخلوا بالكم الناس اللي غاويه كلاسيفيكيشن دي شغلتها والابيديميولوجيست دي شغلتهم ان بقى يحط لك ده في الاخضر وده في الاحمر وده في الاصفر والنفرولوجيست حاجه ثانيه طبعا لو ليك كونسيومنت كومنت لا هو مش كومنت يا حاج خليفة بس انا عايز اقول ان اليورين از ا برودكت اوف ذا كيدني ذير از نو كيدني فانكشن ويزاوت يورين نو كيدني فانكشن ويزاوت يورين فمن المنطقي ان اليورين يتحط اون ذا توب اوف ذا كلاسيفيكيشن اوف اكيوت كيدني انجري هو صحيح في حالات اسمها نون اوليجوريك اكيوت كيدني انجري بس ده موضوع اعتقدش ان هو بياخد الماجورتي اوف كيسز فاحنا لازم دايما نبص على اليورين عمال تجيب السنبونه ماشي طيب لا انا سيلي وانا جاي لكن ده مثلا لما قالوا على الكومنت في الفيرجن بتاعتهم اللي قالوا انه في الدينا لو كان هنا في السايكل لاين ان ده يبقى موديل رقم واحد زي ما حضرتك بتقول وتلاقي الناس كلها تمشي فيه عشان يبقى سبيكينج واحد لانجوج وكمان يبقى ما بيديش نوزولوجيكال ديفينيشن يعني ما بيديش اسنس بتاع دي وانا بيدي جريدنج سيستم نقدر نحط العيانين في سكيل كبير وكبير شكرا انا برضه اليورين ده كان زمان بيسموه يورين ايوه بالظبط المنظار دخل الكلى وبعد كده هو ده اليورين عارف يا باشا شكرا يا شعلاء شكرا جزيلا ايوه شكرا جزيلا 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 شكرا جز